اعبرك بطريقتك ديت. بص لنفسك في المرايه هتلاقي نفسك سوري يعني هتلاقي نفسك قمر وشعرك سايح كده حاجه تقرف. ايه ده؟ وفساتينك حلوه حلاوه تموع النفس كده. ايه ده؟ جاتك البلا في جمالك. ايه ده؟ عينيكي ساحره يا مش قادر. ما تتعملي في خلقتك حاجه. اعمل ايه يعني؟ طلعي لك دقني. ايه ده؟ خلي الراجل ياخد باله منك، وبعدين ده تلاقيه على قد. وانت ما شاء الله في العلالي، شوفي انت عندك شقه على النيل وعربيتين، شوفي عندك كام فستان وكام كومبليزون، ده انت عندك بلاوي. طب ما الحمار كده يتبسط. يتبسط ازاي؟ ده حمار يعني عنده عزه نفس عنده كرامه. يا اخي حرام عليك، هتجيب لي السكر. لحظه واحده يا زوزه، لحظه واحده، ما تزعليش. انت رايح فين؟ عايزاه سايب ولا مكعبات؟ ايه مش عارف مرض السكر؟ مرض السكر؟ تعالي الف بعد الشر عليكي، مرض السكر ليه علاج دلوقتي؟ سفي نمل. على قد ما تقدري تسفي نمل يعني. النمل هياكل السكر اللي في جتتك كله. اوكي سفيت نمل. كويس، ايه اللي حصل؟ رجلي نملت. بشرة خير، الاستعراض بتاع الساعة 9 لازم تشوفيه. قول. عين. اوعى. كان بيعمل ايه الافندي ده هنا؟ عايز ايه؟ ولا حاجة، جايب لك شربات. مناسبة ايه؟ بس انت مش فاهمة، عزب بيه ان انت لازم تكنس وتمسح المكاتب. قلت له عيب، انا مدرب رأس محترم ومخرج. قال لي ما ينفعش، انت برضه. قلت له ما ينفعش. قال لي طب خلاص، خلي شربات بنت عم زناتي الجنايني تعمل الشغل. طب دخلها يلا. حاضر. عم زناتي. ايوه. تعالى عم زناتي. ايوه انا جاي اهو. سلام عليكم. اهلا وسهلا يا ست الهوالي. ازيك يا عم زناتي؟ الله يخليك، الصوره اصلك يا ست. ازيك يا زناتي؟ ازيك يا عميني؟ اهلا وسهلا. اسكت. خير؟ مش تنعزب بيه؟ بعتني بعثه امريكي. في امريكا؟ ايوه، قال لي عايزين خبراء اجانب. يا راجل في امريكا؟ اي والله كده اهو. ولا قلت امال يا زناتي، روح جرب حظك وابتدي حياتك. ما يجراش حاجه يعني كده بقالك. ايه ده؟ انا ناوي على نيه، انما اللي هي اكتر من كده. ايوه والله. ايه انا هروح امريكا. ايوه اتعلم الطيران. ايوه وبعدين باجي هنا ايه؟ اسوق بقى. تسوق ايه؟ الهبل ولا العبط؟ أسوق. فين شربات؟ ايوه شربات انا جبتها. ايه ده؟ يلا خش يا شربات. شربات يا بنت انا مسافر. غار يا بغار. سلام يا ابو. سلام. اوعى تدوس على حد وانت ماشي يا ابو. استر. اصله تروبش. مش بقول لك شربات؟ يلا قولي دستور. دستور. وكمان دستور. دستور. طيب سمعي بقى ستك النشيد اللي انت حافظاه. اهلا بكم، اهلا بكم. ايوه. يلا احنا جينا عندكم. احنا فرحانين، احنا مبسوطين. مش فاهمة يعني. وبعدين يعني؟ شكرا لكم، شكرا لكم. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى روح عند ستك، حب على ايدها عشان ترضى عنك كده. بيقول لي حب على ايدك يا ست عشان ترضى. بتقول لي اوعى فطت كده. هي فطت كده؟ ايوه. لا ما يصحش، اجنعتيها من شعرها. بيقول لي اجيبك من شعرك يا بي واني هجيب. بتقول لي بنو صدرت صباها في مراخيره. فين؟ في مراخيره. لا لا ما تزعليش يا شربات، هدي بقى اللي هتنظف المكاتب. دي اللي هتنظف المكاتب؟ قصدك هتوسخ المكاتب. انا ماليش علاقه، عزب بيه قالوا هاتوها جبتها. خدي بالك من نفسك يا شربات. سلام يا ابو طويل. الله يخليك. انت طويل على الفاضي كده لا ولا ايه يا بت؟ في ايه بتنضفوا بالسقف دي ولا ايه يا يا سلام. ايش 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 اهدى ريحتكم حلوه. انتوا عايشين هنا ولا والله انتوا عايشين في الجنه ومش حاسين بالكم؟ انا لو حدايا الواسعه الكبيره دي اجيب فيها بط وارانب ويقعد. وايه الراجل مركب شباك ازاز على مناخيره ده؟
والستات قاعده في ريح الرجاله عاب اهدى. بس ريحتكو حلوه. هو ده يبقى جوز امك؟ ده تعجبي الراجل مصيبه. التاني جوز امك؟ ده جوز ام انا ده. يا زناتي. اه يا حلوه مالك بتزعقي كده؟ لا زناتي يبقى جوز امك؟ بقول له يابا. وامك فين؟ وانيش دراني. بيقولوا ماتت. ماتت؟ وانيش دراني. بيقولوا كانت غزيه. غزيه؟ وانيش دراني. لقوها غرقانه في الترع. جوز امك؟ اشمعنى؟ كان حبسك فين؟ كان حبسني في كشك سيد الكلب اللي في الجنينه. مع كلب؟ لا انت ما دريتيش. وانيش دران. مش صيد الكلب فيطس واحنا سكننا بداله؟ يا سلام منتهى الانسانيه. اللي يعني قولي لي يا سيد اللي انتوا بتعملوا هنا مسخره؟ مسخره؟ ايوه يعني راس ومغنى وكده. وانت شفتي الكلام ده فين؟ ببص من خرم باب الكشك وانتوا بتعملوا بلوفر. اه واحنا بنعمل بروفا. ايوه وانت تعملوا بروفا. ايوه وعديكي بقى اني اول ما اشوف الرقاصين بتوعكم بيرقصوا والمزيكا تشتغل من هنا اقعد ارعش كده زيهم وهني شويه وهني شويه واعمل الدوريه دهيه. والله ما تحبش فرامل ولا ايه؟ وانيش دراني. ما انت مسخره اهو. يعني على قد موسم يا سيد. مش قلت لك امك كانت غزيه؟ وبعدين المثل بيقول اكفي القدر على فمها تطلع البت. لا لا لاختها. وبتفكري لبته يا هبله. يا سلام كل ده خرج من كشك الكلب. الا قولي لي يا سيد الحاني يعني ما ينفعش اطلع في التلفزيون بمنظرك ده؟ وماله منظري يا سيد؟ ماني حلوه اهو. ايه يا شربات انت عمرك ما بصيتي في المرايه ابدا؟ وانيش دران. لا احنا عندنا مرايه من اصله. اني ببص في طاسه الالومنيا واشوف ناس تتشاش معوجه كده. شربات ايه؟ فاكره اخر مره استحميتي فيها في البانيو كان امتى؟ استحميت يعني عمرك ما عملتي شعرك وافير؟ ها؟ عمرك ما عملتي باديكير ومانيكير؟ ها؟ يعني شو هدومي؟ عندك غيرها؟ طبعا انت ما عندكيش المنسحه اللي انت لابساها. قصدك الفستان. واللي انت لابساه ده بسميه الفستان. امال ايه يعني بنكلون سكريتش؟ ماشي سمعت عن حقوق الانسان؟ ها؟ الانسان وانش دراني. سمعت عن جمعيه الرفق بالحيوان؟ ايوه ان يعرف الجاموسه والبغل والحمار. ودول بيعرفوا لك ايه؟ لا كده يا بت. لا كده يا بنت اللذينه. بت انت بتأزقنا اولا مجنونه انت. فهمت؟ بتأزقني. لا مش انا اللي بهزقك ده الزمن هو اللي بيهزقك. وكمان الزمن بتكتروا على اولاد اللذينه. معلش يا شربات. ايوه ما بتكتروا على لا يا اولاد اللذينه. فهمت؟ لا بلاش الكرباج. لا الكرباج اهدى. اهدى بالليل. لا انا مفتريه. قصدي اخي انا اما. معلش يا شربات اتسيت عليا قوي. ان شاء الله يخليكي. بصي يا شربات رد على المهبول. ايه يا زبيه اللي انت جايبها دي؟ دي تحفه. طب خلاص انا اتصرف معاها. يلا باي باي. هاي يا سيد تعال شغليني في التلفزيون. بصي يا شربات من النهارده انا مش هسيبك. هحميك هسرحك هنضفك. سرحيني نضفيني. هعلمك هنورك. علميني نوريني. توعديني تفهميني؟ وانش دراني. اوه ما تقوليهاش. كشكشه ما تعرضيهاش. ايه؟ كشكشه يا اختي ما تعرضيهاش. ماشي يا شربات. بصي يا شربات انا زيزي. قولي لي يا زيزي. ست زيزي. لا قولي زيزي بس. قولي اسفة. اسفة. انا مين؟ اسفة. خليكي معايا. ايوه ماني معاك. اهم حاجة في الدنيا الثقة بالنفس. يعني ايه؟ يعني تعملي زي وتقلديني. ايوه اني واثقة بنفسي. غرور. ايوه المرور. غطرسه. فرفاسه. فرفاسه ايه يا بنت؟ اعمل ايه يعني؟ اتنفخيلي. اتنفخ؟ ايه ده انت كده هتفرقعي؟ وحش يعني يا سيد؟ لا انت كده اكسلنت. يا بنت اللذينه بتأزقني تاني. يا بنت اكسلنت يعني رايحه بامتياز.
الحمد لله يا جماعه اني اكسلنت. بتغني؟ ايوه. وبترقصي؟ ايوه. حافظه ايه؟ اهلا بك اهلا بك يا اللي احنا جنب. يا بنت الازرق ولا يا عمر انت. انت بلديات يا بيه؟ بس مش حافظه اي حاجه تانية؟ ايوه يا ست اني حافظه واني ماشيه عن اذناكن عن اذناكن يا اللي احنا كنا عندكن احنا فرحانين واحنا مبسوطين. مش بقولك بلديات يا بيه؟ بس حاجه ليا مش حافظه حاجه ليا؟ ايوه اني حافظه الاستعباط بتاعك. استعباط؟ جالك دوار ولا ايه؟ بت طب يلا نعمل الاستعباط بتاعي. أيها السادة، لقد حانت الساعة التاسعة.